صباح الفل على حضرتك يا كابتن، اهلا بيك ومليون مبروك. عليكم الله يبارك في حضرتك. الله يخليك. طبعا اخبار كانت مفرحه جدا لينا كلنا على الصبح كده، فعايزين نعرف بقى ملابسات هذا الانتصار الكبير. ولا حاجه، حضرتك عارف بتبقى عارف ان المباريات اللي في الاول دي بتبقى مباريات يعني سهله، ما بتبقاش هي المباريات الاساسيه، وفي النهايه لما كانت بتبقى في فرق من تونس او فرق الجزائر هي اللي كانت بتبقى المنافسه الوحيده، لكن غير كده بتبقى الماتشات يعني تحصيل حاصل لحد ما بنتقابل احنا والزمالك في النهايه. الماتش النهارده حضرتك شفته ازاي؟ يعني الامور مشيت فيه على اي شكل؟ والله الماتش طبعا ضعيف، فرق تأثير فرقة ضعيفة. طبعا دانيال رايح معظم اللعيبة وعمل روتيشن كتير للعيبة بحيث ان ما يبقاش في حد، ما يبقاش في اصابات، ما يبقاش في حد قاعد برضه ما يبقاش شارك يعني في المباراة. بس الماتش كله كان جاري يعني فاست بريك. الماتش سهل، ما تقدرش تقول ان لعبنا هتقول كويس جدا. طيب كابتن ياسر صباح الفل طبعا ومبروك مره ثانيه. انا عايز اروح مع حضرتك لنقطه كنا لسه بنتكلم فيها مع استاذ علي وهي واتكلمنا فيها امبارح برضو، فكره هنا النقله اللي حاصله دلوقتي والتطور اللي على الارض بقى موجود وملحوظ بشكل كبير، ويمكن ده راجع برضو مش فكره هنا بس تطور فني، هو راجع ايضا لتحسن في المعنويات بشكل كبير جدا، فده ادى اضافه ان اللعب على الارض والاداء على الارض بقى مختلف، فكره برضو تطعيم الفريق بقى في برضو اضافه جيده، فكرة مدير فني مختلف برضو في إضافة جيدة، فخلينا برضو نفهم أكتر التفاصيل دي من حضرتك. تفضل يا كابتن ياسر. هو كان طبعا كان لازم يحصل في تغيير في الجهاز وتغيير حتى في الجهاز الفني بحيث ان يبقى في شكل جديد، في افكار جديده، اللعيبه نفسها هتشوف مدير فني مختلف. فبالتالي غير بقى ان احنا حطينا سيستم، بنحاول نحط سيستم للفريق سواء في تحركاته في لبسه في اكله في الامور كلها، بحيث ان يبقى نبتدي نجمع او نبتدي يبقى في نظام للفريق، في تماسك للفريق، للحاجات الصغيره التفاصيل الصغيره جوه الفريق دي بتخلق روح وبتخلق نوع من الالتزام. هي دي ما كانتش موجوده قبل كده يا كابتن ياسر؟ لا كان شويه كان فيها يعني شويه تفاهل شويه. فاحنا يعني اشتغلنا برضه على النقطه دي. نقطه مهمه طبعا. فبالتالي ابتدى طبعا يبقى في نوع من الالتزام، يعني مش النوع من الالتزام، بقى في التزام في الفريق، بقى في تحرك جماعي، بقت الناس بيبقى في مشاركه من اللعيبه مش في امور كتير. بقى في التزام خلينا نقول بشكل اكبر اثر يعني على الاداء فنيا كمان. بالظبط بالظبط. كويس جدا، كل التوفيق على كل حال، بدايه موفقه جدا يعني نقدر نقول. لا مش سامع، اتفضل. معلش بقى انتوا بعيد. لا كابتن ياسر بقول لحضرتك بدايه موفقه، وهو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي يليق اكيد باسم كبير زي النادي الاهلي، فربنا معاكم ان شاء الله، ولسه عايزين مزيد ومزيد من التالق. نشكرك يا كابتن ياسر، ترجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله.